طب ده بتقولي انك اسم كبير في سوريا، ده حقيقي؟ والحاجه هي مصيبه كبيره يعني الحمد لله. يعني انت حققتي سمعه جدا كبيره في سوريا. لا احنا الطير الطاير ما راح يخلينا يعرف، لذلك لا تخاف من السمعة. نحن بنوعدك كمان انه ولا واحد يعرف عنك شيء. انا اولا خريجه معهد عالي فنون مسرحيه من دمشق. ما سمعت مين؟ من دمشق. سمعه صايره مسقفه انستيفه. ابتديت تمثيل وانا عندي سنه تانية في المعهد. بدي احكي لك قصه حياتي. صاحب لا انت ولا مره حكيت لنا قصه حياته. من 2002 تقريبا. 2003 واتعرض المسلسل 2004. أوكي. وكان اول دور بطوله مطلقه دايركت، يعني ما تسلقتش السلم درجه درجه. ابوي وين السلو؟ شو وين السلو؟ عرتوا لشلاوي؟ كيف تعيروا لك ابوي كيف؟ وانا ما بتسالني ولا مسروعه ولا بدي اخذ موافقتك لعير السلم، شفتك نزلتي قلت لحالي خلاص. بس اني ابتدي يعني بدايه فعليه في مسلسل زي كده يعني مش حاجه تبتدي على طول. اصل انت بتقولي اصل انا ما طلعتش السلم واحده واحده. كونك تطلعي السلم واحده واحده دي ميزه ولا عيب؟ عاملين السلم بالعراق احسن خيو احسن ما نحمله بالطول. بصي ما فيش حاجه اسمها في طريق النجاح عيب. فالوقت وهم، انا بالنسبه لي الوقت وهم وملوش قيمه في سلم النجاح. ايوه هذا طلع مسوس انكسر ما له احمل. ايه بس الحمد لله يعني العمال ما راح. 2003 لغايه نزولك مصر كان مؤخرا، يعني مش من سنين طويله، كان سنتين ثلاثه بداتي تظهري اكتر في مصر، صح كده ولا انا غلطان؟ ليش ما بتعرف؟ لا وحشات من كل دكن ما بعرف، شو بعرفني؟ ليش كارش هذا ونيكا موجودة يعني أحسن من هون إن شاء الله هيك الله ورجهنا؟ أنا ابتديت قلت لك في أول مسلسل 2004 وكل شغلي كان تقريباً دراما سورية. ليه بقى كل الفترة دي وفكرتيش إن أنت تنزلي مصر غير السنين الأخيرة دي؟ يعني دايماً الواحد أول ما بيبدأ كده يعمل عمل أو التاني في بلده وينور حلمه دايماً اللي بيزقزق كده في دماغه أنزل مصر. انزلوا فيها أبواب الجنة بتنفتح قدامتي، ولا حاب يقول لك مين هنت ولا حاب يطلب هويتك. يا عيني عليك يا عيني عليك. طبعا طبعا الخطوة دي تأخرت شوية. أنا بالنسبة لي مصر هوليود الشرق، ودي بالنسبة لي حقيقة مسلمة. حاجة خرط حاجة خرط الله يخليك، شو مديني ما مديني حاجة خرط له. لا تقول اسمعوا لها شوفت شوفوا لها السمعة قال خرط قال. وأي فنان مهما كانت شهرته برا شهرته بتبقى مختلفة لما بيجي مصر. فهنا إلا من زمان كان بيتعرض عليا عروض كتيرة قوي، بس أنا كنت شوية يعني مش عبيطة قوي بس عبيطة شوية. إمتى بدها تحرك عليكي كريست الفهم إيما؟ لك العمى بعيون عيونك العمى. يلا يلا روحي لها روحي لها. أنا بعيونك ضحكتني بنص العزم. تعا تعا دايما شابينا بخطوة.